les habitants de Marseille. فهاد الفيديو هذا غادي نتناقشوا على واحد السوجي اللي مهم صراحه جدا بالنسبه ليا وبالنسبه ليكم. فوالا اليوم غندوي على العراسات. ماشي انا اللي درت العرس، تنكيت انا مش حال ديالي ما كنعمش بالفكره هذه، مي غادي ندوي لكم على العراسات اللي كنت كنمشي لهم وكيفاش كانوا كيدوزوا. اغلبيه العراسات اللي كنت كنمشي صراحه ما كانوش شي عراسات اللي هاي كواليتي ولا شي حاجه، غير هو كاين واحد المشكل. انا كنامن بانه الماديات ماشي هما كلش، تقدر دير شي حاجه على قد الحال وديرها كلاس، هادشي الا كان عندك عقل وكتخدمه. الا ما كانش عندك عقل ولا كان عندك عقل وما كتخدموش بحال كيما كيديروا صحاب تيك توك، هذيك هي المشكل. واحد الحاجه اللي شائعه بزاف في العراسات، ديما كيجي عندك شي واحد كيقول لك راك معروض لواحد العرس، كتمشي لذاك العرس كتدي معاك ام بيتي كادو ولا شي لعبه بحال هكا، المهم على قد الجهد ديالك دائما ما خرجوش على الجهد. المهم هو ديك لوجيس ديال انك كبرتي بدوك الناس، اكثر الا كان شي واحد عزيز عليك مثلا من لا فامي ولا شي لعبه بيان سور كتكبر به. حتى لهاد ليطاب هادي كلشي كيكون مزيان، كتمشي لذاك العرس كيرحبوا بك هذيك يقول لك تفضل وكتفضل، مي ما كتلقاش فين تجلس. اش هاد العبات؟ كيقول لك لا حنا كنا دايرين 20 طبله، جاونا الناس بزاف. وراه انت اللي معيط لهم، عيطتي للناس بزاف، دير لهم الطبالي بزاف. تفضل، فين غنتفضل؟ او كيبقاو كيتكحزوا، وانت اصلا الحياه خانقاك، كيجلسوك في شي قنت مخنوق، كتزيد تخنق. ماشي مشكله في الزحام، نتزاحموا الدنيا يعني حنا مولفنا بالزحام ديال الطوبيسات وديال الطاكسيات نورمال، ولكن نتزاحم معاك في شهر 8؟ ولا يمكن اخي. وعرفتي كيجي فيك شي واحد يا اختي يسامع بالدوش. كيجلس حداك. والمشكله الاكبر من هذا الشيء هو انه ديك الناس اللي معروضين كاملين فايتين 50 عام، زعما واش ما كاينش شي واحد قد ناقدو هكا زعما نمشيو نتناقشوا معاه نهضروا معاه والو، زعما جيب لي انا بلان 50 عام، و 50 عام كتلقى اصلا ما كيامنش في حاجه سميتها دونتيفريس ولا شي حاجه سميتها شيتات اسنان، كتقول له راه شيتات اسنان وهذه، كيقول لك لا شي ديال الميريكان شي صوبات اسرائيل. اغسل فمك، اغسل فمك، راك دوختيني. وانت يا عرفتي قاتلك الصهد وقاتلك ريحه الفوام، وزيد عليها بنادم مع كبير ما يمكنش تفهم معاه، بنادم كبير واحد كيدوي على فلان يلاه مات، والاخر كيدوي لك على الفلاحه، الاخر كيدوي لك على الشتا ما طاحتش، وانا النهار كامل كنبقى نتفرج في الميمز وكنتفرج انا فاش باغي نكومينيكي معاك، ما عندي حتى شي حتى شي شي نقطة كنتلاقاو فيها انا وياك. السوجي الوحيد اللي نقدر ندويو عليه هي تغسل فمك، تغسل فمك تقدر نمشي معاك بعيد، كتآمن بالقضاء والقدر وكتبقى ساكت. ايوا تا كيجي عندك شي واحد كيقول لك ايوا مالك مالك ما كدويش حشمان، ودابا انت قنعو بانك ما حشمانش، انت غير مدوخاك ريحة الصنان. انا ماشي حشمان ندوي معاك، انا حشمان نوض نمشي في حالي. انا ما درتش عرس وما عواش نديرو صراحه باش نكون واضحين، حيت هذه الفكره هذه انا كونتخ، ولكن كنقول زعما في المنطق كيفاش خصو يكون العرس داير. العراضه كتوجد واحد المينيموم ديال لي طابل، ديك المينيموم ديال لي طابل وداكشي تعيط فيه للناس اللي عزاز عليك، الناس اللي عارفهم غادي يفرحوا معاك ولا غادي يفرحوا بيك، هادو يستاهلوا انك تضحي على ودهم وكتعيط عليهم. انا وريك كيفاش كيعيطوا عليهم. الو فلان الفلاني راك معروض انت بوحدك العرس ديالي، جي مرحبا بك، ما تجيب لا كادو وما طالبش منك تجيب كادو، هو طالب منك غير تجي تفرح معاه. اما ماشي عاوتاني الو فلان جي انت والعائله، السيد والد 14 والعائله ديالو كل واحد والد 70، وانا عندي واحد ولد عمي كل سيمانه كيولد. كتجي عندك الوالده ديالك كتقول لك لا حشومه غيبقى فيه الحال الا ما عيطنالوش، انت خرجي من هذا السوق، انت غتعطيني التليفون انا وانا غنتكلف بهذه المهمه. الو عمي كنعيط لك حيت شفت السيمانه الجايه ان شاء الله عندي العرس، وبغيت غير نقول لك بلي راك ما معروضش وعندك تجي، عندك تجي انت والفراخ ديالك، راه ما عندنا ما نديرو بكم، راه ماشي ما عندناش البلايص ولا شي حاجه، لا يا حزمه ما كنحملوكمش وصافي ما عندناش معاكم. علاش الحياه ما خصهاش تكون سهله بحال هكا؟ ما كنحملكش ما غنعيطلكش، وانا ما عنديش معاك ونعيط لك ونتسمى منافق، وباش ما يقولكش لا وما عيطتيليش ولا ها انا عيط لك، ولكن راك ما غاتجيش باش تكون واضحين، غتعيط للناس اللي عزاز عليك وتقول لهم اجيو مرحبا بكم وجيو طوال، ما تجيبو حتى شي حاجه، جيو مرحبا بكم وتفرحوا وتاكلوا وتنشطوا وكلشي. تبع هادو اللي كيقول لك لا عيطنا ل 20 واحد جانا 120 واحد. المشكل اولا منك حيتاش فاش كتعيط كتقول له اجي انت والعائله، ثانيا المشكل في ديك العائله اللي كتجي، كيبقى كيعيط لصحابو يعيط لجيرانو، كيبان له شي واحد دايس في الزنقه كيعيط له زيد انت راك معروض. ثانيا بغيت ندوي على لي كادو، في الثقافه المغربيه ديالنا كادو ايتيغال كشه، الا مشى بعيد وبدع وفكر بزاف كيجيب لك شي سيرفيس للكيسان ديال اتاي. واش صحابك حنا ما كنديروا والو في هذه الحياه من غير النعاس واتاي؟ اضعف الايمان غدير شي 200 درهم في شي اونفلوب وغتعطيها لي، دير بها اللي بغيت، ومثقل بالطلا ما طول كواش، والكيسان قراب 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 كيتقرقبوا اللي شافك يا اختي ويقول هذا غادي اتت لي الدار، واش شديتيها وعطيتيها لي في جوا وعرفت غادي نبقى ندعي معاك الدنيا واخره. دابا هذا المشكل ماشي ديال الرجال صراحه، هذا المشكل ديال العيالات هما اللي كيامنوا بهذا الشيء بزاف، حيت العيالات كيامنوا بشي حاجه سميتها لا كونتيتي، كيقول لك الا مشينا ودينا شي حاجه كبيره غادي نبانوا راه حنا تهلينا في العريس. شوف باش تعرف ديجا عندنا العقليه شويه ماشي هي هذيك، ماشي مهم انك تهلا في العرسان، المهم هو انك تبان تهليتي فيهم، غير تبان، يعني كتفكر في راسك
اكثر ما كتفكر في العرسان اللي جاي تفرح بيهم اللي هادشي كامل طالع على ودهم، والعرسان خاسرين زباله الفلوس على العرس. واش صحابك يتسوقوا الكاشه ديالك اللي جايبه ب 10 دراهم؟ هذيك ما محسوباش. باش نكون واضحين، باش نكونوا متفاهمين، غتمشي لشي عرس غتدي شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي فريمون تقدر تشوفها وتقول فوالا هذه كادو، شي حاجه من غير كواش وسيرفيس ديال كيسانداتي. المهم كتسمى بدعتي ودرتي شي حركه، اولا كتشد الفلوس كما بغات تكون، 20 درهم 10 دراهم. انا نشوف واحد داير لي 10 دراهم في جوه وعاطيها لي كادو، غادي نفرح من قلبي، غادي نقول السيد ما عذبنيش. حيت فاش كتجيب لي كاشه فيها جوج القنطار راه ما عندي لا كندير نهزها لا فين نحطها لا فين نديرها. غتشد فلوس وغديرها في البريه وغتعطيها لي، والعرسان غادي يفرحوا. دابا غادي ندوي على ديك النماذج اللي كتلاقى معاها في العرس. كاين ديك النوع اللي عزيز عليه الكومينيكاسيون، فهمتي، كيبقى يهضر مع كلشي، وهاد والهضره ديالو كتحس بها ماشي كيعاود لك شي حاجه، طار ديك كتحس بيه باغي يعيق عليك. هاد النوع غالبا كتلقاه جايب شي كومبلي كبير عليه وكيبري كيبري بالجهد، كتشوف فيه بحال هكا كيعميك يا اختي. داك الكومبلي بقوه ما مشاشع. المشكله هي ديك الكومبلي راه كتلقى عنده فيه شي خمسه د الجيوب داير بحال شي بارا وما كيستعملهمش، كونتاكت في يد، تليفون في يد، ما كرهش مراتو يديرها في شي يد عاوتاني تا هي ولا شي. عرفتي واحد ديك المره عرفتي هز واحد الجيوان، عرفتي الجيوان راه وليت كنشوف الجيوان كنقول ايه يا ليام، حيت الجيوان ولا مستحات. وديك السيد غادي كيهضر وكيلعب بيه بحال هكا، يشرح لك بالتليفون فوالا ومشينا وسافرنا للعروبيه. بقى كيهضر به كيهضر به حتى التليفون هو يتلحل من يد بف، عرفتي التليفون طاح في الارض زعزع بينا الارض. اللي صدمني اكثر هو انه ماشي شاف التليفون بحال هكا وقال اوه التليفون طاح ولا شي، دور وجهك يهضر معاك بحال هكا ونزال يجيب التليفون. زعما راه الخير موجود، الا طاح التليفون غنشريو تليفون واحد اخر، العاقه موجوده. يا ودي عندك راك هرستي لنا الزليج، قال لك الخير موجود، هز علينا داك المهراز ديالك وانت ضيعتي لنا الفسيفساء. المشكل عندنا هو اللي كتلقى كيقول لك ما تجيش غير في الصحه، فلوس موجوده، مشي تليفون يجي تليفون. وراك هرستي لنا السفلي، راه التليفون ديالك راه وصل عند الجيران لتحت، انا مستعد نبقى نهضر حتى ديشارج الكاميرا غير على هاد السيد هذا، ولكن ما خصنا ندوي على حوايج اخرين. كاين واحد النوع اللي كتعيط له كتقول له جي مرحبا بك وعادي وكيجي، ولكن كيجيك لابس تريكو ديال كريستيانو رونالدو. واش انا بعيط لك لابوني 5-5؟ ما عندكش اسيدي الحوايج، جبتي الشورت سامبل ما كاين اللي يقول لك شي حاجه، وانت جاي بتريكو ديال كريستيانو رونالدو. وانا مشيو حنايا بهذه الفكره ديال جيتي بتريكو ديال كريستيانو رونالدو اللي هو تريكو نورمالمون ديال رياضات كره القدم، يعني كتقول لي بانه اللباس ديال السبور كتقدر تحضر به العراسات نورمال. ايوا الا نمشيو حنا بهذا المنطلق هذا، انا غنجيك بالحوايج ديال العمان اللي هو سليب فرماج. فوالا انت لابس الحوايج السبور، انا لابس الحوايج السبور، ما كاينش فرق. وانت غا معروض وكتشوف داك الديكور وكتفقص، والعريس راه طرطاخ اللعيبات ديالو المعلم صافي العريس. عرفتي شنو؟ باش ما نتفقصوش بزاف غادي ندوي شويه على الناس الاخرين. غادي ندوي دابا على السربايه، فهمتي هاد السربايه اللي عندنا في هاد المغرب؟ واش خص يكون عندك الباك باش تاخذ كاع بوغزال وكيدوز من حداك بالتبصيل ديال الحلوه وما كيديهاش فيك يا اختي كاع، وضروري خصك تقولوا واحد الحبه، ضروري حنا نبانو جيعانين قدام الناس. وتزتي تزتي عطينا الزمر، لا هو كيمشي بانت له شي وحده زوينه كيعطيها، بان له شي راجل شي باني كيعطيه، بنتي له انت دري صغير وادي لا امبوسيبل. كيكرهش يجي يدير معاك اونتروتيان، السلام عليكم عندك الباك؟ شحال خديتي الباك؟ 14. هكا بغزال عندك الزهره ولعبت، كنت جبتي 13 والله يمزتيها برب، كيما جبتي 14 ماشي مشكل. ايوا كيدوز مول اتاي عاوتاني، مول اتاي كيخليك كضرب في واحد الفقاصه وكيشوفك كضارب معاه ما باغاش تصرت لك، كيدوز محتاك مرور الكرام. نواوي الا ديتي شي اتاي ولا ديتي شي حاجه موت. وديك المره السيد كيتوفى حدايا كنطلبوا له غير كاس الماء، والو السربي ما مسالي، السربي راه عند البنات جالس كيعطيهم 4 د الكعب غزالات لوحده، واعتق السيد بشي كاس الماء راه كيتوفى لنا هنا، راه كلا واحد الفطاسه راه وحلات له في المراره ديالو. والله الا السربي ما فهمتهمش انا، ما خسر والو، واد زتي دزتي سربي الناس كاملين ولا ما تسربي حتى شي واحد. شوف دابا هادشي كامل نقدروا نمضغوه ونقولوا هادشي شويه عندنا في التقاليد المغربيه ديالنا وداكشي ماشي مشكل، نميكوا عليه نقولوا ودي راه ما عين شافت ما قلب وجع، ولكن المشكل العويص كيعيطوا لك يقول لك راك معروض انت والمدام ديالك. مزيان نجي انا والمدام ديالي مرتاح، نمشيو نزهاو انا والمدام، وفاش نوصل عندكم للعرس تقولوا لي لا راه دايرين الرجال بوحديتهم والعيالات بوحديتهم. اش ملي دبرتو على هادشي؟ هادشي راه ما كاينش حتى في الدين. وما يمكنش انت مرات كدوز 24 ساعه على 24 ساعه معاها وكتوصل حتى للعرس كيقول لك لا غنفارقوكم، مرات كتمشي عند العيالات وانت غتمشي. شوف ذاك السيد راه واقف خاب بوحدو، قول له يشطح معاك، راه ما عندوش مع من يشطح. وهادي هادي زوينه هادي، عمرني شفتها انا بهاد هادي. ويلا واخا سيدي واخا انا جيت معاه من نشطح، غنشطح مع جدك الله يرحمه. دابا غندوزو للبارتي المهمه جدا هي الماكله. كتجلس في الطابله بعدا بلا ما ندوي على ديك 15 في الطابله، هذيك ما كندوزوها مرور الكرام، كتجلس 15 في الطابله حتى 17 كما قلت لك، كتجلس معايا ل 50 عام 60 عام، بلاد مقديم في هادشي ديال العراسات مدواز فاهم الدنيا.
غادي نعاودها لكم بحال الا كتشوفوها بعينكم. كنتسناو السرباي جايب الماكله. السرباي نعم سيدي هز داك البلاطو فيه الدجاج، عرفتي مازال ما حطوش، كيبان لك اليدين في السماء. وا سبايدر مان وخلي البلا يتحط في الارض، وديك الساعه كول ماشي في السماء. قاتي واحد اللقطه عقلي بغى يحبس، واحد يلا مد يده بحال هكا الطبسيل مازال ما ردهاش وكيمضغ. وكي درتي لها ومازال اللقمه ما ديتيهاش لفمك؟ اشنو كتمضغ؟ واش عندك السيرون في يدك؟ واش كدوز من يدك لفمك ديريكت؟ او والله الا مات مديت يدو بحال هكا مع السيد بدا. وكريس انجلو ما دارش بحال هكا، في النزله نازلين ثلاثه ديال الدجاجات تحطات في الطابله، بقات الدجاجه وما فيهاش الفخاد. اشنو غناكل انايا مثلا؟ ناكل طبسيل حافي؟ والله الا كانوا ثلاثه ديال الدجاجه شفت فيهم بحال هكا نزلوا بقات الدجاجه وحده، كيفاش؟ الله يعلم. هادشي يا اختي عمرنا شفنا يا اختي، هاد السحر اللهم ان كان سحرا فابطله. ايوا انا ما كناكلش الدرجه، اش غندير؟ ولكن جات حشومه فهمتي، معروض وداكشي خصك اوموان تاكل باش ما يقولوش عاودي راه جا وما كلاش وداكشي. بقيت كناكل في داك السدر، كناكل في داك السدر وما كيبغيش يدوز لي انا السدر عرفتي، وحلي هنا كنمضغ وكنحاول ندوزو. ايوا واحد خونا هو يدور عندي قال لي مالك ما كتاكلش ياك ما حشمان، اربعه د الفخوده دوزتيهم من خنافرك ماشي تا من فمك، وضاير عندي كتقول لي مالك ما كتاكلش، وديتي كلشي فخاد زدتي عليهم العنق، كليتيه الجنحين واموان كليتي ما خليتي والو، ما دويش ما دو، ماشي الدور عندي تقول لي واكل مالك ما كتاكلش. كيخشي يدو عندك في الطبسيل وكيكحز لك، كيقول لك هاك وكل كل هاد اللعبه زوينه، او كيضرب لنا النص زعما راني قسمت معاك، وراك دايلي ديالي دايها من عندي قاسمه معايا زعما راك ماشي عطيتيها لي، راه كانت اصلا حدايا. وبقيت جالس فحال هكا درت واحد الدغمه وقلت لهم الحمد لله شبعت. عرفتي وانا المصارن ديالي راه كوماصا وكياكلوا في بعضياتهم، والو بنادم تقول واش عقل عليك؟ قلت ماشي مشكل مازال كاين بلا واحد اخر، مازال كاين اللحام البرقوق. عرفتي فاش كتجي غادي وكتقول اوه هاد اللقطه هادي شايفها شي قنت، وراه بحال هكا كيفاش تحط اللحم يا اختي، نفس اللقطه راني شايفها في شي قنت ما كاين ما ولكن. عرفتي في السما كان اللحم بالبرقوق، نزل بقى البرقوق. واش الاخوان ما عندهمش مع الطبيعه؟ ما كياكلوش هادشي نباتي زعما، كتعرفوا غير اللحم، كل برقيقات غمش شويه المرقه كتولي كتشوف واحد الديكور في شكل اصلا، كتشوف الهامسترز الصاط وحق الرب. وانا بقيت كنشوف بحال هكا قلت لهم اخوتي والله الا راه كي كليتو نتوما كي كليت انا الحمد لله. نط غسلت يدي، اوا جدني واحد السيد هو يقول لي وخليك راه باقي الديسير، وانا عارف ليستوار، انا عارف اش غادي يوقع لذاك الديسير، انا عارف بس مدكن. هادشي كان عباره عن خلاصه على ديك العراسات صراحه اللي كنت كنمشي ليهم، مي كيما قلت لكم كاين شي حوايج زوينين كاين شي حوايج خايبين. لي زابيتوس تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف وكنتمنى الفيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش بطبيعه الحال تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، فوالا قولوا لهم انت تفرج في بيمول حامض كي ديما.